30 أعراس ربيع صيف 2017 كان لها لمساتها الخاصة لهالموسم. فياريت تعرف كل عروس عن جديد هالكوليكشن. كل شيء أهلا وسهلا فيكم. الكوليكشن اللي اشتغلنا عليها عند توني وارد نشغل بطريقة شيء شوي مختلفة. بالبرايدل منجرب الأسواق. سنة رجع الدانتيل كتير. رجعت الجولنك يرجع الفستان يطلع لفوق يسكر على الأبي رجع الكم العروس رجعت كلاسيكية أكتر. هي الكوليكشن إذا بدي قصة خيالية عن هالعروس اللي رايحة بغابة مظلمة وعم حابة تكون إذا بديك عم تعيش حياة جديدة. عمل قليل الكوليكشن تبعونا بتكون كتير كبيرة. عملنا تقريبا بشي 40 فستان عرس لأنه منلبي أسواق مختلفة ومن واسم كبير من الكوليكشن مدروسة للعروس العربية واللبنانية اللي هن إذا لاحظتي بالفساتين اللي شفتيها ما بقى فيها الفوليوم كتير كبير. العروس اليوم براكتيكال. مسيو وارد مشكور كتير على ثلاث فساتين الحلوين من المجموعة الجديدة لربيع صيف 2017. شو بتخبرنا عن الفستان الأول؟ هو الفستان اللي عم نشوفه مايف اللي فيه كتير شغل فيه فوليوم إذا بديك يمكن من أكتر فساتين فيه فوليوم بالكوليكشن. كيرن فستان كتير مهم بالكوليكشن طبعاً. المكشر تبع الورود تبعيته واللي بيعطيها اللوك الربيعي جداً الصيفي مع التوب الجول توب مشغول مثل الجولري فيه ترافايدو ماتير بالتطريز فيه فيدو 3D. عنا شانن اللي هو فستان كمان فيه ميكسشر بين الجيومتريك لوك والورود اللي هو بينلبس all seasons بديك more traditional مسكر فيه هالإلوجن اللي على التوب كتير مطلوب اليوم. العروس العربية اللي بتحب كتير لمسات مسيو وارد عفستان كل بتنطر تحت تشوف كل شيء جديد تتعرف على زوار شو بتقدم لها فيها؟ عندي ثلاث نصايح. الانر سيركل أهم شيء. عملي يلي عزوئيك لأنه ما بدك عزوئيك يعني اللي بيشبه تما تصدمي الشخص اللي حتلاقيه. والشيء الثالث إنه هاي ليلة واحدة. مسيو وارد نحن بنتشكرك على استضافتك لإلنا وعلى الفساتين الحلوة اللي خليتنا نقدمها لكاريئات هي وللعروسات اللي عم بيحضروا لحفلات زفافهم بهالقرب. نتشكرك وأكيد على أمل يكون لنا لقاءات تانية بالمجموعات الجديدة اللي حتحضرنا إياها. مرسي لكم وخليكم حد العرسين.